اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. تزايد تاسيس شركات قطع السيارات بالمغرب خلال السنوات الاخيره، الان الى ما يفوق 10,000 شركه في قطاع كراء السيارات. ما هو دفتر تحملات في القطاع؟ ما هي الخطوات الاولى لتاسيس الشركات في قطاع كراء السيارات؟ اسئله واخرى نطرحها للنقاش مع ضيفنا منير الشامي، رئيس المنظمه المغربيه للنقل الطرقي. اهلا وسهلا سي منير. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. بدايه سي منير، شنو هي الخطوات الاولى لتاسيس شركه في قطاع كراء السيارات؟ اولا يعني مراحل تاسيس مقاوله ديال كراء السيارات في المغرب. من المقاول كيبغي ياسس واحد الوكاله، يعني غنهضر لك على الطريقه يعني اللي كانت قديمه، ودابا حيت كانت راه واحد التعديل مؤخرا. دونك كنا اولا ملي كتبغي تاسس واحد المقاوله ديال كراء السيارات كدير لا كرياسيون بعدا ديال لا سوسيتي، وكدير واحد البلوكاج باش تاخذ واحد لاكور دو برانسيب. يعني دفتر التحملات اللي كتشرف عليه وزاره ديال النقل في جوج ديال لي زيتاب، جوج ديال المراحل. المرحله الاولى يعني فيما يخص الموافقه المبدئيه لاكور دو برانسيب، والمرحله الثانيه اللي هي لا ديسيزيون ديفينيتيف. دونك هذيك المرحله الاولى باش كتاخذ هذيك لاكور دو برانسيب اي الموافقه المبدئيه، خص لابد كدير واحد لو بلوكاج ديال واحد لو مونطون، واحد المبلغ مالي اللي القدر ديالو 500,000 درهم. هذا كتمشي توجه للوكاله البنكيه كمقاول، وكتودعو يعني في الرصيد البنكي ديال 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 المقاوله، و كتاخد عليه واحد لاتيستاسيون بان هاد المونطون هذا راه مبلوكي، حتى تاخد لاكور دو برانسيب باش يعطوك لاتيستاسيون ديال ديبلوكاج. دابا مع التعديل اللي كان طرا، يعني هادي راه مده تقريبا، لان في دفتر التحملات في لاباز ديالو كيقول لك باش تبدا المقاوله خصك 5 ديال السيارات كحد ادنى باش تبدا المقاوله ديالك. دابا الحل اللي عطاتو وزاره ديال النقل، كتقدر تبدا غير بخمسه ديال السيارات، يعني كتجيب 5 ديال لي دوبلفي، كتوجه للشركه ديال اللي كتبيع السيارات وكتاخذ 5 ديال السيارات، كيعطوك 5 ديال لي دوبلفي، وهذوك 5 ديال لي دوبلفي هما اللي كتفاهم مع لو دوسي ديال لا كرياسيون مع لو كي تشارج بيان سور باش كتاخذ الموافقه المبدئيه. دونك ملي كتاخذ الموافقه المبدئيه كدوز المرحله الثانيه باش تاخذ لا ديسيزيون ديفينيتيف. يعني باش تاخذ لا ديسيزيون ديفينيتيف خص يكون عندك المقر، والمقر خص يكون فيه واحد لو بلون داميناجمون، يعني يكون كيتجاوب مع المعايير المتطلبه في دفتر التحملات، يعني من ناحيه ديال المساحه، من ناحيه ديال الاستقبال، خص يكون فيه الفاكس، خص يكون فيه الفيكس، خص يكون فيه انترنت، يعني خص كفي واحد المعايير اللي محداهم وزاره النقل في دفتر التحملات، باش الزبون ملي توجه الوكاله يلقى يعني الراحه ديالو، ويعني يحس براسو بانه راه داخل واحد الوكاله اللي غادي تعطيه واحد الخدمه ديال كراء السيارات. وعلى مستوى المناصب الشغل، شحال العدد الادنى ولا العدد اللي بخاو له دفتر تحملات ديال خلق مناصب الشغل؟ هو في دفتر التحملات ديال المقاولات ديال كراء السيارات كيعطيك تقريبا كيعطيك جوج ديال لي غوسورس ديال الموارد البشريه اللي تقدر تبدا بهم المقاوله ديالك، اللي هو المسير والميكانيسيان. وتو دابور هذاك المسير خص يكون عنده واحد المستوى اكاديمي اللي حداتو وزاره ديال النقل في ان نيفو باك بلس 2 زائد او ان نيفو باك بلس ان اكسبيريونس ديال 4 ans dans une agence de location de voiture اللي كان خدام فيها بوندون واحد لا ديوري ديال 4 سنين زائد لو ميكانيسيان. دونك لو ميكانيسيان دونك هادو خصهم يكونوا بجوج مسرحين، يعني لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
اللي تقدر تبدا بهم المقاوله ديالك. اما فيما يخص العدد ديال الاجمالي دابا ديال 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 الشغيله في القطاع ديال ديال تاجير السيارات، دونك كاين واحد العدد يفوق 40 ألف مورد، يعني 40 ألف سالاري اللي كاينه في القطاع ديال تاجير السيارات بدون سائق. اليوم وصلنا لواحد العدد ديال الشركات، يعني كاينه ما يقارب 10500 ديال 10500 مقاوله. في هذه الفتره هذه ديال كورونا، دونك غادي يكونوا يعني عدد المقاولات نقص بزاف، يعني باقي ما توصلناش بالاحصائيات الاخيره. الحاجه اللي بغيت نركز عليها يعني في لا كرياسيون ديال لونتربريز، يعني افون كانت هناك صعوبات ملي كتبغي تاسس واحد المقاوله، كيف ما قلت خصك واحد لو مونطون ديال 500000 درهم 500000 درهم اللي كدير لي ان بلوكاج وكتشري السياره ديالك. ملي كنقولوا 500000 درهم راه يعني الا خدينا غير السياره الواحده اقل كنعطيوها واحد 10 ديال المليون، كل سياره كتسوى 10 ديال المليون. دفتر التحملات كيفرض عليك تبدا بخمسه ديال السيارات، يعني 5 فوا 10 هي 50 مليون سنتيم، 500000 درهم. دونك كيعطيك الحق باش تاخذ، كيفرض عليك باش تاخذ 5 ديال السيارات يعني بدون قرض، باش تبدا مرتاح. حتى الا خديتي قرض كتاخذ قرض بواحد النسبه ديال 20% ولا لا تتعدى 20% باش انت تخدم مرتاح، تخدم مرتاح وما طيحش في واحد لا سيتوياسيون، لانك يلا بادي ولو روندمون ديال هذوك 5 ديال الطوموبيلات ماشي شي روندمون ديال ستارت اب ديال ان سوسيتي ستارت اب يلا باديه داكوغ، ما غاديش يخلص لك يلا غير يخلص لك لي شارج وما غاديش يقدر يطورك، يعني ما خصكش تزيد على راسك لي شارج. هذاك الشيء علاش الدوله كانت عطات ولا وزاره النقل في دفتر التحملات كانت فرضات 5 ديال كانت فرضات 500 بلوكاج ديال 500000 درهم. دابا مع التعديل اللي كان طرا بهذوك لي دوبل في كتقدر تاخذ السياره، سكي في ملي كتاخذ هذوك السيارات بلي دوبل في كاين اللي كياخذهم بقرض، يعني بواحد النسبه ديال 90%، كاين اللي كياخذ بواحد النسبه ديال 80%، وهذا كيشكل خطر وكيشكل خطر على المقاوله، مما يؤدي الى التدهور ديال المقاوله والسقوط ديالها. في السنوات الاولى يعني لقينا حنا من خلال واحد الدراسه درنا، لقينا واحد العدد كبير ديال المقاولات ديال لي ستارت اب لي جون انتربريز ديالها كيبداو كيديروا لاشوت في العام الاول. نعم، وعلى مستوى التغييرات في تاسيس ديال الشركات، واش كاين شي تغيير على مستوى الراس مال على مستوى الضمان؟ لا ما كان حتى شي تغيير، التغيير اللي كان هو هذا التغيير هذا ديال هو هذا التغيير ديال من 500000 درهم من بلوكاج ديال 500000 درهم ل 5 ديال لي دوبل في، هذا التغيير الاول. والتغيير الثاني اللي كان طرا هو كانت عندنا الحق يعني ناخذ واحد ليكزونيراسيون، يعني ملي كنبغيو نشري واحد السياره كنشريوها اوغ تاكس. واحد السياره مثلا كدير كنشريوها يعني ناقص 20% ديال 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 الضريبه، كناخذوها اوغ تاكس. دابا ما بقاتش عندنا هاد الامكانيه باش ناخذوا ليكزونيراسيون، ولينا كناخذوا السياره تي تي سي، مالعين بان القيمه المضافه ديال القطاع ديالنا هي 20%. نعم داكوغ، وملي كتبيعها عاوتاني كتخلص عليها عاوتاني الضريبه. نعم، وعلى مستوى التطور الرقمنه واستعمال التكنولوجيا الحديثه، يعني كنلاحظوا ان العالم يعني في القطاع يعني كيستعملوا واحد وسائل رقميه. نعم، تكنولوجيا ديال التسويق، واش القطاع في المغرب واكب هذه الموجه ولا بقى معزل على هذه التطورات اللي جاريه في العالم؟ شوف اللي غادي نقدر نقول لك بصراحه، والقطاع ديال 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 تاجير السيارات بدون سائق في المغرب هو قطاع متاخر يعني من ناحيه ديال 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 التطور الرقمي، يعني مقارنه مع دول الخليج ومع الدول الاوروبيه والامريكيه، يعني قطاع متاخر جدا. لان القطاع ديال تاجير السيارات هو قطاع حيوي كيساهم في الاقتصاد الوطني، عنده بزاف ديال لي بارتنير، والحاجه الرئيسيه ديال هذا القطاع هذا هو مندمج في المنظومه السياحيه بواحد الطريقه مباشره، ولكن مع الاسف
المنظومة السياحية كتطور في العالم بواحد الوتيرة سريعة، ولكن مع الأسف القطاع ديال تأجير السيارات في المغرب في واحد البطء كبير، يعني من ناحية ديال التطور، يعني ما في القطاع ديال تأجير السيارات نقولها بهذا المعنى وأتحمل المسؤولية ديالها، هو في تخلف، يعني ليس في تطور ولكن في تدهور. دونك ملي كنشوفوا مثلا في الدول الأوروبية وفي الدول الأمريكية ولا في الدول المتقدمة ولا في العالم بأسره، كنلقاو بأن القطاع ديال تأجير السيارات هو قطاع داخل في المنظومة السياحية، وبأن مثلا وكالة الأسفار ولا لي تور اوبيراتور ولا يعني لي زاجونس دو فواياج اون لين كاملين كيبيعوا لوكاسيون دو فواتور. وحتى هنا في المغرب ما تستغربش اللي قلت لك بان دفتر التحملات ديال وكاله الاسفار عندها الحق في دفتر التحملات ديالها تبيع الحجوزات ديال كراء السيارات. يعني هذا راه دليل قاطع بان القطاع ديال كراء السيارات هو مندمج في المنظومه السياحيه. ولكن ملي كنرجعوا لدفتر التحملات وكنرجعوا للهيكله ديال القطاع، كنلقاو بان القطاع السياحي هو عنده علاقه مباشره غير بوزاره النقل، وما عنده حتى شي علاقه بوزاره السياحه، ووزاره السياحه ما كتقوم حتى بشي مواكبه مع الاسف. وواحد القضيه اللي بغيت نشير لها هو القطاع ديال كراء السيارات، يعني تطور من ناحيه ديال النظام ديال الشغال. مثلا كنا درنا واحد المقارنه، مثلا خدينا الدوله ديال الامارات، لقينا المقاولات ديال كراء السيارات مثلا في دوله الامارات كيشتغلوا بواحد النظام اللي هو مرتبط وداخل في الحكومه الذكيه. نعم. ومرتبط مع الوزاره الوصيه ومع على ذكر الامارات، المكتب ديال الوين بتي، المكتب المغربي ديال السياحه التسويق السياحه الوطنيه، كان دار واحد الزياره حاليا الامارات. واش كان شي تشاور مع المهنيين باش انتم تسوقوا يعني المنتوج ديال كراء السيارات على صعيد الامارات وعلى صعيد الخارج؟ شوف، لا اخفي عليك، نقول لك حنا انا شخصيا كنمشي لبزاف ديال لي صالون في لو موند، يعني كنحضر لهاد لي صالون هادو، يعني من بينهم لو بلي غون صالون اللي هو دبليو تي ام World Travel Market، وكنشوف يعني المكتب الوطني للسياحه. وكنت قبل هذاك العام ذكرت بان المكتب الوطني للسياحه مع كامل احتراماتي يعني ما كياخذش واحد المشاوره للمهنيين ولا الهيئات المسؤوله على القطاع، ويعني كي هذوك الناس اللي كيمشيو مع المكتب الوطني للسياحه الناس اللي معروفين، سو سون دي غروند، يعني شركات كبرى، وحد الشركات المتوسطه والشركات الصغرى يعني خاصها تمشي لراسها بهذا المعنى هذا، يعني ما كتكونش داخله في البرنامج ديال المكتب الوطني للسياحه. دونك لا، كيف ما لاحظنا دابا راه مشى للمعرض ديال دبي، كنشوفوا يعني نفس الشركات اللي حاضره مع المكتب الوطني للسياحه هي اللي كتكون معاه كل سنه في نفس المعارض. نعم نعم. وفي ظل الزمن ديال كورونا وتداعيات كورونا، يعني بلغ الى علمنا يعني عدد من المقاولين باعوا الاسطول ديالهم ديال السيارات في القطاع. كيفاش تشوف الرؤيه ديالكم الافاق للقطاع؟ بالطبع، يعني فيما يخص هذه النقطه هذه ديال بيع السيارات ولا تاثير جائحه كورونا على القطاع ديال كراء السيارات ولا لا باقي القطاعات يعني بصفه عامه، كاينه واحد القاعده اللي قاعده يعني رئيسيه، ملي كتكون واحد الجائحه يعني هذه المقاولات كتبدا تهبط لي شارج ديالها، يعني كتبدا تنقص من لي شارج ديالها وكتبدا تبيع السيارات ديالها. دونك في القطاع ديال كراء السيارات عالميا ماشي غير في المغرب، باع الاسطول ديالو بواحد يعني باع الاسطول ديالو بواحد الوتيره كبيره، يعني تقلص العدد ديال السيارات في الحاضره ديال قطاع كراء السيارات. واخر يعني اخر مقال كان خرج ديال لي غروند بواط ولا لي غرون لوغ اللي كاينين في ليشيل مونديال، كياكد بان الثمن ارتفع لواحد مثلا في نيويورك ولا في الايروبور ديال امريكا، ارتفع الثمن بواحد النسبه يعني تتعدى 70%. نعم. مقارنه مع العام الماضي، لان الطلب طلع ولكن العرض منخفض بواحد
يعني منخفض بزاف، ما كاينش العرض، يعني كاين نقص في السيارات، وهذا الشيء حتى هو كنعيشوه في المغرب، غير مع الاسف هنا في المغرب كنلاحظوا بان الثمن مازال كينخفض، وهذا يعني ناتج على العشوائيه، يعني العشوائيه هي اللي كتخليها الثمن هذا ينخفض بهذه الطريقه. غير اللي بغيت نشير ليه بين قوسين، يعني في هذا في اطار العشوائيه احنا هضرنا على دفتر التحملات مزيان، هضرنا على الوكاله بان خصو يكون مكتب وخصو يكون كيحترم دفتر التحملات وعنده نظام كيخدم به وعنده واحد لا استراتيجي اللي كيخدم بها، سواء استراتيجي يعني بازيك ولا استراتيجي ديجيتال. ولكن دابا ظهروا لنا يعني سماسره في القطاع، دخلاء على القطاع، يعني ولا المواطن كيمشي كيكري السياره ديالو في المقهى، كيكري السياره ديالو في في في, في يعني في عند محلات ديال المواد الغذائيه. ويعني هذا شيء يؤسف، يعني لانه كيلقى واحد الثمن اللي هو يا منخفض وكي ما كياخذوش من عنده الضمانات، وكيلقى واحد لي كونديسيون اللي هي كتوالمو كيضطر بانه يكري بالطريقه العشوائيه. ولكن هناك عواقب، هذه حتى من بعد نقدروا نتكلموا عليها، هناك عواقب اللي هي عواقب خطيره جدا اللي تقدر يعني تاثر على الزبون وتاثر على هذاك الوسيط. يعني انا كنصح انا غير الزبناء اللي بغاو يكري السياره ديالهم، من الاحسن يتوجه للوكاله ويمشي للمكتب بعد لو وقع ليه شي مشكل، لان كاين مشاكل كثيره، لو وقع ليه شي مشكل غادي يمشي ديريكتومون للمكتب باش يحل المشاكل ديالو. نعم، شكرا جزيلا سي منير على كل هذه التوضيحات، وشكرا مشاهدينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديد مع ضيف جديد.